يا صباح الفل عليكم من أم دنيا، صباح الفل عليكم من مصر القديمة وبالتحديد مدينة الفسطاط. أنا واقفة فين حاليا؟ كتير مننا طبعا وتعتبر كلنا كل المصريين عارفين إن موجود في متحف المصري في التحرير، وموجود حاليا المتحف الكبير اللي بيتم إنشاؤه وافتتاحه قريب جدا إن شاء الله. لكن احنا موجود عندنا كمان متحف من اكبر المتاحف في العالم كله، موجود عندنا متحف من اهم المتاحف المصرية والعالمية، متحف الحضارة المصرية اللي انا موجودة فيه حاليا، وهناخد فيه جولة ونعرف موقعه الاستراتيجي عبارة عن ايه وكل المحتويات بتاعته. المتحف القومي للحضارة اللي على مساحة 23,000 متر مربع من اكبر المتاحف في العالم كله، كمان موقع المتحف استراتيجي جدا، هنلاقيه موجود بالقرب من حصن بابليون ومجمع الأديان قلعة صلاح الدين في قلب مدينة الفسطاط ومصر القديمة، وكمان موجود بالقرب من مقابر أسرة محمد علي، مقبرة الإمام الشافعي، وغيرهم من الأماكن السياحية الأثرية اللي موجودة في قلب مصر القديمة. طبعا ده كله غير ان هو موجود جوه مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة اللي من أهم المشاريع السياحية اللي موجودة في منطقة مصر القديمة. مش بس المتحف كمان موقع استراتيجي، لا كمان الموقع بتاعه جوه أثر من الآثار المصرية، المسبغة اللي موجودة ورايا دي زي ما انتوا شايفين معايا فيها أحواض السباغة وأحواض اللي كانوا بيحطوا فيها الألوان عشان يصبغوا اللبس بتاعهم أو المنسوجات. واحد من أهم وأكبر متاحف الآثار في العالم، تكلفته 646 مليون جنيه، أكتر من 50,000 قطعة أثرية هتحكي تطور الحضارة المصرية من أقدم العصور للعصر الحديث. أنا موجودة حاليا في قاعة العرض المؤقت في متحف الحضارة المصرية. ليه بقى متحف الحضارة يعتبر من أهم المتاحف المصرية؟ متحف الحضارة فعلا هو يعتبر المتحف الوحيد من نوعه اللي بيحكي تطور الحضارة المصرية عبر العصور، زي مثلا قاعة العرض المؤقت اللي أنا واقفة فيها وفيها الحرف المصرية وتطورها. لو جينا عند البارتيشن ده اللي أنا واقفة عنده وموجود فيه الفخار من بداية ما قبل التاريخ ومن البداية خالص أو بداية صناعة الفخار أو التعرف عليه، هتلاقوه حاجات بسيطة بدائية جدا، يعني ما عليهاش زخارف، حاجات مصنوعة تستخدم للأكل والشرب فقط لا غير. لما نيجي نتنقل لمرحلة تانية من العصور هنلاقي بدأوا إن هم يطوروا في الحرفة وبدأوا يعملوا عليها زخارف ملونة زي ما انتوا شايفين معايا في المقتنيات الأثرية دي، بدأت تتعمل بشكل أكتر تطور زي ما انتوا شايفين، فخار لونه أزرق وشكله حلو وبنفس ألوانه محتفظ بيها لحد الآن. مش بس كده، كمان استخدموا الفخار في الحلي، ده مش بلاستيك ولا معادن، ده فخار معمول منه الحلي، وده على فكرة مش حلي للنساء، ده حلي للملك كان بيلبسه الحكام، ده في العصر الحديث. وبعد كده لما انتقلنا للعصر القبطي هنلاقي الفخار بقى مرسوم عليه الصلبان، تلاقي هنا برضو النقوش الإسلامية على الفخار في العصر الإسلامي. ومن الحاجات الجميلة جدا في الفخار شباك القلة، شباك القلة ده اللي كان بيتحط فوق القلة كده زي ما انتوا شايفين معايا عشان ينقي المية، بيعمل زي فلتر. احنا لحد دلوقتي بنستخدم الفخار، احنا لحد دلوقتي بنعمل البريم وبنعمل الطاجن وبنعمل وطالع دلوقتي بنعمل القهوة كمان في كنكة فخار عشان بيبقى طعمها احلى. دي حضارة من حضاراتنا، ده يعتبر تراث من تراثنا، احنا متوارثينه وبنعمله وموجود في بيوتنا، بس ما عندناش الوعي ان ده حضارتنا اللي موجودة من آلاف آلاف السنين ولحد دلوقتي احنا متمسكين بيها. زي مثلا حرفة النسيج، النسيج استخدموه الأول بالقش والألوان، وازاي عملوا الألوان لو انتوا شايفين معايا هنا هنلاقي اللون الأزرق واللون الأحمر، ازاي استخدموا الألوان دي في النسيج وازاي عرفوها عن طريق المواد الطبيعية زي الرمان زي الكركم اللي نعملوا بيه اللون الأصفر، الرمان اللون الأحمر وغيرها من الألوان اللي قدروا يستخدموها. وبعد كده التطور بقى في النسيج من الخيوط
للكتان، لكل الأدوات اللي استخدموها في إن هم يصنعوا النسيج. هنلاقي عربة حربية زي ما انتوا شايفين معايا موجود فيها نقوش. العربة دي مصنوعة من الخشب، أو دي اللي كان بيقف عليها الحاكم ويروح يحارب بيها. النقوش اللي موجودة على الخشب دي من آلاف آلاف السنين، زي ما هي بتحكي انتصاراته في بلاد النوبة. انتصر وحقق انتصارات كتير ونقشها كلها على العربة اللي بيروح يحارب بيها. على فكرة عليها بقع زي بقع بني كده، قال ان دي بقايا دم من الحروب. الدور اللي فوق بقى في قاعة العرض المؤقت موجود فيها الملابس او التراث بتاعنا في اللبس، وكمان الحلي. زي ما انتوا شايفين معايا الحلي اللي موجودة دي، ده التاج والحزام لحاكم من الحكام. هنلاقي برضو قلادات، وهنلاقي هنا بعض الحلي زي الاساور والخواتم، زي مثلا الاسورة دي اسورة رمسيس الثاني، كلها قلادات وتاج وحزام واساور ذهبية كلها لحكام مختلفين من الاسرة الخمسة. من أقدم الحضارات برضو المصرية اللي أنا بحبه وبعشقه وليه كده في قلبي معزة خاصة، وهو التراث السيناوي. زي ما انتوا شايفين معايا ده الحلي السيناوي، ده اللبس السيناوي والشال السيناوي. من الحضارة المصرية والتراث برضو اللي موجود عندنا هو التراث النوبي. زي ما انتوا شايفين معايا الزي والحلي النوبي موجود برضو في متحف الحضارة المصرية. وصلنا بقى لتراث من تراثنا، وهو الزي الفلاحي. وهنلاقي بقى هنا في الاكسسوارات او الحلي الفلاحي حاجات احنا دلوقتي بنستخدمها، يعني الجناهات الذهب اللي موجودة في الكردان وموجودة في الحلقان وموجودة في الاساور، والحاجات دي كلها احنا دلوقتي بنستخدمها كموضة في كل الحلي بتاعنا. هو من اصل تراثنا الفلاحي اللي موجود هنا في مصر من زمان جدا، ولحد دلوقتي احنا بنبدأ نطوره ونبدأ نستخدمه وبنتوارثه. زي ما انت شفت معايا جولة كده خدناها مع بعض جوه قاعة العرض المؤقت في متحف الحضارة المصرية، والرسالة العظيمة اللي بيوضحها متحف الحضارة المصرية ان احنا محافظين على حضارتنا وتراثنا لحد الان، وبيحكي مراحل تطور الحضارة عبر العصور. كمان في اكتر من قاعة غير قاعة العرض المؤقت، زي قاعة عرض المومياوات الملكية اللي هيكون ان شاء الله المتحف في استقبالها قريب جدا من المتحف المصري في التحرير. هيكون في 22 موميا ملكية، وهيكون في 17 تابوت ملكي هيتم نقلهم في موكب ملكي مهيب من التحرير لحد مصر القديمة. المتحف كمان هيكون زي مقر لاستضافة الفعاليات زي عروض الأفلام والمؤتمرات والأنشطة المختلفة. مؤسسة متكاملة، متحف عالمي في نشر الوعي الأثري الثقافي ودعم الحضارة الإنسانية. شكرا لكم، واشوفكم في فيديو جديد لمكان جديد ان شاء الله. سلام.